بسم الله، معكم معتصم محمد من اتعلم اونلاين. النهارده ان شاء الله هنتعرف على ازاي ندمج اكتر من ملف CSV في ملف اكسل واحد. زي ما احنا شايفين عندنا هنا الفولدر فيه مجموعه من ملفات CSV الخاصه بمبيعات الفروع في محافظه القاهره صدرناها من السيستم. لو جينا بصينا على محتويات اي فرع هنلاقي ان هو عباره عن تاريخ الفرع، المنتج والكميه وسعر البيع والمبيعات. عايزين ندمج كل الملفات ديت في جدول واحد زي ما احنا شايفين قدامنا، بحيث ان احنا نقدر نطلع من الجدول دوت بعمليات التحليل سواء باستخدام بيفت تيبل او اي اداه تانيه في الاكسل. عشان نعمل حاجه زي كده احنا هنستخدم اداه الباور كويري. الباور كويري موجوده في قائمه الداتا. لو انا هنا في اكسل 2016 ولو انا اكسل 2010 او 2013 عندي قائمه باور كويري. بعد ما خلاص وصلت الباور كويري بقول له هنا نيو كويري فروم فايل فروم فولدر. الباور كويري هيقول لي الفولدر بتاعك موجود فين، هحدد له الفولدر اللي موجود فيه الملفات بتاعه السي اس في. انا حاجات عندي هنا موجوده على الديسكتوب بقول له الملفات موجوده في فولدر اسمه كايرو سيلز، اقول له اوكي. بعد كده هنا اوكي تظهر لي الرساله اللي فيها كل الملفات اللي داخل الفولدر اللي انا اخترته، بقول له اديت بحيث ان انا ابدا اشوف هو لو في اي فولدر اي ملفات او فولدرات موجوده داخل الفولدر اللي انا اخترته، هل انا عايز اعالجها معايا ولا اعمل فيها ايه. لو جينا بصينا عندي هنا تصادف ان اول صف موجود في الجدول بتاعي بيقول لي ان انا عندي ملف من نوع XLSX موجود في العمود بتاع الاكستنشن اللي هو ملف اكسل. لو جينا بصينا هتلاقي عندي هنا في ملف اكسل في الفولدر بتاعي. انا عايز اعمل دمج لملفات CSV بس، فاجي هنا من عمود اكستنشن واختار الاكستنشن بتاع CSV بحيث لو في اي فولدرات تانية او اي ملفات من نوع غير CSV الباور كويري يتجاهلها. من النقط اللي لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا بنتعامل مع الامر فروم فولدر ان هو بياخد جميع الفولدرات الفرعيه داخل الفولدر اللي انا اخترته. يعني انا عندي هنا فولدر بتاع 2015 هتلاقي ان هو خده عندي في الفايلات اللي ظهرت عندي، هتلاقي عندي هنا هو ادي الفولدر بتاع 2015. الفولدر دوت انا مش عايزه في عمليه الدمج دلوقتي، فاجي هنا من الفلتر واقول له انا مش عايز الامر دوت او مش عايز السب فولدر دوت، وبعد كده اقول له اوكي. لو في اي عمليه فلتره تانية انا عايز اعملها على الملفات اللي انا هبدا ادمجها اعملها في الخطوه ديت، وبعد كده اعمل عمليه حذف لكل الاعمده اللي انا مش عايزها. انا هنا مش عاوز غير العمود بتاع كونتنت، هعمل هنا عليه رايت كليك واختار ريموف اذر كولمز. بعد ما حذفت كل الاعمده اللي انا مش عايزها اجي على الخطوه اللي هي اساس كل حاجه في درس النهارده اللي هي اسمها كومباين باينريز. الامر كومباين باينريز له اختصار موجود فيه هنا على العمود. لو دوست على السهمين اللي هم لتحت دول هتلاقي ان هو عمل دمج لكافه الملفات اللي كانت موجوده في الخطوه اللي هي بعد عمليه فلتر روز. كل الملفات اللي كانت موجوده هنا بدا عمليه الدمج بتاعتها في زي ما احنا شايفين في الجدول اللي وصلنا دلوقتي. تاني خطوة بعد ما بعمل عملية الدمج على طول أروح عامل فلتر. أفلتر إيه؟ أنا كان عندي هنا لو بصينا بيقول لي أنا عندي هنا 60 رو يعني 60 ملف. كل ملف من دول لو جينا بصينا هنا كل ملف من دول هيبدأ بالأول صف فيه عبارة عن ديت برانش برودكت أي دي لغاية آخر عمود عندي. الرؤوس الأعمدة ديت هلاقيها متكررة داخل الجدول اللي طلع لي بعد عملية الدمج. فانا مش عاوز رؤوس الاعمده ديت، خلاص انا ثبتها في اول صف او في رؤوس الاعمده للجدول بتاعي. باجي هنا على اي عمود واعمل من زرار الفلتر اقول له انا عايز اشيل الخانه بتاعت او الصف بتاع برانش. طيب قد يتصادف ان انا لما اجي ابص هنا ما الاقيش العمود او الصف بتاع برانش ظاهر عندي، فاقول له هنا لود مور بحيث ان انا اعمل عرض لكل البيانات اللي ممكن تكون موجوده داخل عمود برانش، وبعد كده اقول له هنا انا عايز اشيل البرانش، وبعد كده اقول له اوكي. في ملاحظه لازم ناخدها في اعتبارنا ان انا اختار انه عمود. انا عندي هنا اعمده كتير، يعني انا ممكن اجي هنا على البرودكت اي دي واقول له انا عايز افلتر واشيل البرودكت اي دي، بس لو لاحظنا هلاقي ان عندي هنا منتجات كتيره داخل الداتا بتاعتي اللي انا بشغل عليه. فيفضل ان انا لما اجي اشتغل على العمود اللي بيكون فيه اقل عدد ممكن من القيم، بحيث ان هي العمليه دي تسهل لي عملية الاختيار. بعد ما خلصت كده اختيار البيانات بتاعتي هبدأ اقول له عايز اسجل البيانات دي في شيت الاكسل، اقول له close and load.
هيقول لي انت عايز تخزن البيانات فين؟ هقول له عايز اسجلها في تيبل وهسجلها في نيو ورك شيت. اقول له بعد كده لود، هلاقي ظهر عندي شيت جديد وعمليه الكونكشن او الكويري ظهر عندي في الكويري ليست، بيقول لي ان انا عندي 26000 حركه خاصه بمبيعات 2014. دلوقتي انا يعتبر درس النهارده خلص، اتعرفت فيه على ازاي ادمج ملفات سي اس في مع بعضها في جدول اكسل. نفس الطريقه دي ممكن استخدمها لما اجي يكون عندي البيانات بتاعتي متصدره او متخزنه في ملفات تكست فايل، هستخدم نفس الامر اللي هو كومباين فاينانس. قبل ما نختم درس النهارده، في مشكله في عمليه الدمج بتاعتي. لو جينا بصينا على اي ملف من الملفات ديت، هلاقي ان انا التاريخ عندي اتصدر من السيستم بالفورمات اللي هو شهر يوم سنه، اللي هو مانس داي يير. لو انا جيت عالجت العمليه ديت داخل الباور كويري، هلاقي ان هو بيديني ايرور، فلازم اعرف احل المشكله دي ازاي. فاجي هنا دبل كليك على الكويري بحيث ان انا ادخل لمحرر الاستعلامات واقول له هنا نشوف الاول المشكله. اقول له انا عايز اعدل نوع البيانات دي، بدل ما هي تكست خليها ديت، اختار ديت. الاقي هنا ظهرت لي الايرور ان هو بيواجه مشكله في تحويل البيانات اللي هي متخزنه كمانث داي يير. عشان نعالج المشكله ديت هلغي الخطوه بتاعه تشينج تايب 1، واجي هنا على العمود من فوق مش من على زرار الداتا تايب او زرار الفلتر، لا في العمود بدوس رايت كليك واختار تشينج تايب، وبعد كده اقول له يوزنج لوكيل، وبعد كده اقول له الداتا تايب بتاعتي هتكون نوعها ايه، فبقول له هتكون ديت، واللوكيل بتاعي اي دوله تستخدم التنسيق الافتراضي بتاعها اللي هو مانث داي يير. فانا مش عارف غير الانجليزي يونايتد ستيتس هو فيه الاوبشن دوت، فادور فين الانجليزي، ادي الانجليش يونايتد ستيتس، وهنا بيجيب لي سامبل للتنسيقات داخل انجليش يونايتد ستيتس اللي هي بتطابق الحاله اللي انا بواجهها. اقول له هنا اوكي، الاحظ ان الداتا بتاعتي خدت التنسيق بتاعها بشكل صحيح، من باب ان انا راجع واتاكد ان البيانات دي فعلا صح، ما فيش فيها اي مشاكل او خداع بصري، ابدا ادخل على اد كولومز، وبعد كده ديت اقول له عايز اخد من العمود بتاع ديت دوت، ضيف لي عمود بيقول لي ده انه مانث وانه داي او اليوم رقمه كام، بحيث ان انا اتاكد. فهنا دوت بيقول لي دوت 21/1 دوت المانث بتاعها اللي هو 1 يناير، والداي اللي هو 21، يبقى القيم اللي ظهر قدامي ديت واخده تنسيق داي مانث يير. العمليه دي خلاص كده انا مش عاوزها، فاشيل الخطوات ديت كانت معموله عشان المراجعه بس. اقول له ديليت انتل اند، وبعد كده هنا ديليت، وبعد كده اجي هنا في الهوم واقول له كلوز اند لود، بحيث ان انا البيانات بتاعتي تتخزن بشكل صحيح، ولو جيت استخدم اي ادوات تحليل بيانات زي البيفت تيبل يبدا يقدر يميز التاريخ ويديني عمليات الجروب بتاعتي بشكل مظبوط. دلوقتي انا ممكن اضيف لو انا عندي بيانات جديده مثلا فروع تانيه للمحافظات زي الجيزه اسكندريه اللي انا شغال عليها اضيفها. انا هنا هاخد بيانات 2015 كنترول وسي، اجي هنا رايت كليك كنترول وفي كوبي اند ريبليس، ولو جينا هنا للجدول بتاعنا اخترنا لو لاحظنا عندي هنا 26000 حركه، اقول له هنا رايت كليك ريفريش، هيبدا يجيب لي بقيه البيانات بتاعي سنه 2015 اللي انا لسه ضايفها، وبعد كده ممكن استخدم البيفت تيبل مع الجدول واقول له في نيويورك شيت وابدا اشتغل بيه البيفت تيبل. بكده يكون درس النهارده خلص، تعرفنا فيه ازاي نعمل عمليه دمج لملفات السي اس في داخل جدول اكسل واحد، وبنفس الطريقه ممكن نطبقها على التكست فايل، وده كله من خلال الامر كومباين باينريز في الباور كويري. لو في اي اسئله او استفسارات اتمنى ان احنا نضيفها في التعليقات من خلال الرابط اللي موجود في وصف الفيديو، ومن خلال الرابط ده برضه هنبدا نقدر نحمل الملفات السي اس في ديت بحيث ان احنا نطبق عملي الشغل اللي احنا شفناه قدامنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.